بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي الطالبات، طالبات الصف الثالث. رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. ورؤية مدرسة المجتمع: إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظًا على أخلاقه وقيمه ومستخدمًا للتكنولوجيا الحديثة. مرحبًا بكم في درسنا لهذا اليوم من دروس اللغة العربية، وهو في التدريبات اللغوية، وندرس الآن الجزء الثاني من الفعل المضارع. أهداف درسنا لهذا اليوم: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يحدد الفعل المضارع تحديدا صحيحا. ثانيا، يوظف الفعل المضارع في جمل توظيفا صحيحا. فننطلق الآن إلى تحقيق أهدافنا لهذا الدرس. هدف الأول نريد أن نحققه، وهو أن يحدد الطالب الفعل المضارع تحديدا صحيحا. لتحقيق هذا الهدف، اقرأ الجمل الآتية وألاحظ الكلمات الملونة. الجملة الأولى: يقرأ علي قصة. يقرأ علي قصة. ما نوع الجملة السابقة؟ ما نوع هذه الجملة؟ هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ نعم، ممتاز، إنها جملة فعلية. ولماذا نقول جملة فعلية؟ لأنها تبدأ بالفعل يقرأ. الفعل يقرأ، ما الزمن الذي يقرأ فيه علي القصة؟ هل قرأ علي القصة وانتهى أم يقرأ الآن؟ أم يقرأ الآن؟ إنه يقرأ الآن. إذا نظرنا إلى الصورة الثانية، أيضاً إنها جملة فعلية تبدأ بالفعل تقرأ. تقرأ نورة قصة. أيضاً تقرأ نورة القصة في الزمن الحاضر وليست في الزمن الماضي، ولم تنتهي من قراءة قصتها إلى الآن. ضع في الفراغ فعلا مضارعا مناسبا لكل جملة. إذا نظرنا إلى الصورة الأولى، ماذا نرى؟ العامل الغرفة. ما هو الفعل المضارع المناسب الذي نستطيع أن نضعه في هذه الجملة؟ نعم، يدهن العامل الغرفة. ما الفعل الذي نستطيع أن نضعه في الجملة الثانية؟ العمال الغرفة. من تجيب؟ نعم، يدهن العمال الغرفة. هل هنالك فرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ نعم، الجملة الأولى فاعلها مفرد العامل، والجملة الثانية فاعلها جمع. حالة الفاعل جمع. هل يتغير الفعل؟ يدهن. من تجيب؟ ممتاز، لم يتغير فعل المضارع مع فاعله في حالة
الإفراد والجمع. لنرى الصورة الثانية، ماذا تفعل؟ المعلمة الدرس، تدرس المعلمة الدرس. ما هي حالة كلمة المعلمة؟ نعم، إنها مفردة. مفردة ماذا؟ مؤنثة. نعم، إنها مفردة مؤنثة. إذا نظرنا إلى الجملة الثانية، المعلمات الدرس، تدرس المعلمات الدرس. كلمة المعلمات، نعم، إنها جمع، جمع مؤنث، جمع مؤنث. لم يتغير أيضا الفعل في حالة الإفراد والجمع. هذا الشيء الأول الذي نريد أن نعرفه، أن الفعل المضارع لا يتأثر في حالة أن يكون الفاعل مفردا أو مثنى أو جمع، يبقى على حاله. نحقق هدفنا الثاني لدرسنا اليوم، وهو أن يوظف الطالب الفعل المضارع في جمل توظيفا صحيحا. حول الأفعال الماضية إلى أفعال مضارعة. الجملة الأولى، نريد أن نحول فعلها الماضي إلى فعل مضارع. قرأ عمر القصة، قرأ فعل ماضي، نريد أن نغير هذا الفعل من فعل ماضي إلى فعل مضارع. ماذا نقول؟ نعم، يقرأ، يقرأ. انظري إلى حركة ضبط آخر الفعل، إنها الضمة. زرع الفلاح القمح، زرع فعل ماضي. ماذا نقول في الفعل المضارع؟ من تجيب؟ أحسنت، يزرع، يزرع الفلاح القمح. ثالثا، الولد الدرس، هنا فعل الماضي غير موجود، ولكن لدينا فعل المضارع، يكتب الولد الدرس. إذا أردنا أن نحول فعل المضارع إلى فعل ماضي، ماذا نقول؟ كتب، كتب وانتهى. نعم، كتب الولد الدرس. أربعة، شربت نورة الحليب. إذا أردنا أن نحول إلى فعل مضارع، ماذا نقول؟ تشرب، تشرب، تشرب نور الحليب. خمسة، زيد بالكرة، ماذا نقول؟ إذا كان فعلنا المضارع هو يلعب، يلعب زيد بالكرة. لعب، نعم أحسنت، لعب زيد بالكرة. نريد أيضا أن نغير الفعل يأكل إلى فعل ماض، ماذا نقول؟ يأكل الفأر الجبن. إذا أردنا أن نغير أو نحول الفعل يأكل إلى فعل ماضي، ماذا نقول؟ أكل. انظري إلى حركة الفعل الماضي أو حركة الحرف الأخير في الفعل الماضي، نعم إنها الفتح. الفعل الماضي ينصب بالفتح، والفعل المضارع يرفع بالضم. سبعة، تسلق القرد الشجرة، تسلق فعل ماضي. إذا أردنا تحويله إلى فعل مضارع، ماذا نقول؟ من تجيب؟ أحسنتم،
يتسلق القرد الشجرة. هذه هي بعض الجمل التي استطعنا أن نغير الأفعال من ماض إلى مضارع أو من مضارع إلى ماضي. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم في الفعل المضارع، يدل الفعل المضارع على حدث في الزمن الحاضر مثل يقرأ، تلعب، ندرس، أذهب، مع المفرد مثل يقرأ الولد، إنه مفرد مذكر، تقرأ البنت، إنه مفرد مؤنث، ومع الجمع مثل يقرأ الأولاد جمع مذكر، تقرأ البنات جمع مؤنث. عند التأنيث نضيف إلى الفعل المضارع تاء التأنيث، عند التأنيث أو عندما يكون الفاعل مؤنث نضيف تاء التأنيث إلى الفعل المضارع، وفي حالة الإفراد والتثنية والجمع لا يحدث تغيير على فعلنا. حول الفعل الماضي إلى الفعل المضارع في الجمل الآتية كما في المثال الأول: ركب الطالب الحافلة بنظام. إذا أردنا تحويلها إلى فعل مضارع، يركب الطالب الحافلة بنظام. أكل الولد طعامه الصحي. ماذا نقول؟ نعم، يأكل الولد طعامه الصحي. عالجت الطبيبة المريض. عالجت الطبيبة المريض. عند تحويلها إلى فعل مضارع ماذا نقول؟ تعالج. نعم، أحسنت، تعالج. اخترع العلماء رجلا آليا. اخترع العلماء رجلا آليا. إذا نظرنا إلى كلمة العلماء، إنها جمع مذكر، وفي الجملة السابقة الطبيبة مفرد مؤنث، لم تتغير أو لم يتغير الفعل إلا بدخول تاء التأنيث. اخترع العلماء رجلا آليا، عند تحويلها إلى فعل مضارع ماذا نقول؟ يخترع العلماء رجلا آليا. لم يتأثر الفعل بالجمع والتذكير والجمع والمفرد والمثنى. من تعبر عن الصورة بجملة تحوي فعلا مضارعا؟ انظروا إلى الصورة، هذا الطفل ماذا يفعل؟ من تجيب؟ نعم، إنه يشرب الولد الحليب. إنه يشرب الآن. هذا الفعل، فعل الشرب، يحدث الآن. من تعبر عن الصورة بجملة تحوي فعلا مضارعا؟ نعم، إنها يلعب الأولاد في الحديقة. يلعب الأولاد في الحديقة. الفاعل جمع مذكر. الفاعل جمع مذكر. من تعبر عن هذه الصورة؟ نعم، إنها صورة. تقرأ البنتان قصة. تقرأ البنتان قصة. لم يتغير فعلنا المضارع في حالة الإفراد والتثنية والجمع. من تعبر عن هذه الصورة؟ إنها مجموعة أولاد يلعبون. نعم، يلعب
الأولاد في المدرسة. الفعل يلعب فعل مضارع يحدث الآن. وإلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.